حبايبي، هنعمل النهاردة الفراخ بطريقة كنتاكي بس مختلفة شوية، حاجات بسيطة خالص. يعني اول حاجة انا عندي هنا ده الفخت بتاع او الورك بتاع الفرخة. هبتدي اخلي الجزء ده، هشيل الجلد، مش عايزينه. بعد كده اي دهون او حاجة، انا بعمله كده عشان يبقى حاجة صحية، هشيلها. هشيل بقى العظمة اللي هنا. طبعا انا بشيل العظم عشان اضمن ان الفراخ بتاعتي تكون مستوية كويس، لان ساعات لما تبقى الفراخ كبيرة هنلاقي العظم من جوه عامل دم كده، فما تبقى مش حلوة يعني. فانا بشيل الجزء ده وهسيب العظمة الكبيرة اللي في النص. كده شلت خلاص العظمة. هبتدي بقى افتح الفراخ كده وكده عشان تبتدي تستوي من جوه. وطبعا هعمل لها تتبيلة عشان التتبيلة تدخل جوه الفراخ كلها، تبقى كده اهو. وبرضو ياريت نشيل اي دهون، لان الدهون الدجاج مش حلوة. يبقى كده عندي انا خلصت كده الاربع قطع، عندي اربع قطع انا مفتحها كده بالطريقة دي. هنحتاج هنا عصير بصل، مية بصل، وهنحتاج البهارات بتاعتنا، ملح وفلفل وبابريكا وبهارات فراخ. هبتدي احط البهارات بتاعتي على البصل. انا هنا بستخدم عصير البصل، بيدي طعم حلو قوي، عشان كده يمكن ما بحطش البصل البودر. وهقلب الخليط بتاعي كويس. هبتدي بقى احط الخليط بتاعي على الفراخ واسيبها لمدة ساعة، مش اكتر من ساعة، لان كده كده احنا مفتحين الفراخ والخليط كله هيتغلغل جوه الفرخة من جوه. دي ميزة ان احنا بنفتح الفرخة كده او الورك ونسيبه بالعظمة. حبينا نشيل عظمة ممكن نشيلها، بس هي عشان تدي الشكل بتاعت كنتاكي كده. وهسيبها حوالي ساعة كده في الثلاجة. كده طلعنا الفراخ من الثلاجة بعد ما قعدت حوالي ساعة، شربت بقى من التتبيلة اللي احنا عملناها. هنبتدي بقى نجهز معانا الدقيق، هنحط عليه بهارات فراخ وملح وبابريكا، واللي عايز يحط مثلا شطة او حاجة، لو حد يحبها سبايسي ممكن يحط، لكن انا مش هحطها بالسبايسي. هبتدي بقى اقلب. هنعمل بقى الفراخ ازاي؟ اول حاجة هتبلها في الدقيق، كده. وبعدين هحطها في المية الساقعة. دي طريقة كنتاكي بيعملوها. كان عندي طبق في المية الساقعة، وبعدين اتبلها تاني. بعدين احطها برضو تاني في المية الساقعة. ده اللي بيعمل القرمشة بقى بتاعت الدقيق. هتبلها تاني برضو، يعني ممكن لتلات اربع مرات. هتحطه في المية الساقعة تاني. هكذا ممكن لغاية أربع مرات. نبتدي بقى عندنا زيت غزير وسخن، ونبتدي نحط الفراخ بتاعتنا.
نبتدي بقى نقلبها الناحية التانية بالراحة كده. كده الفراخ بتاعتنا كده استوت، نبتدي بقى نطلعها بالراحة كده. وكده الفراخ الكنتاكي استوت، بقت جميلة قوي ومقرمشة. عايزة ادوقكوا طعم القرمشة. نقطع الاول بالسكينة فراخ مستوية جميلة خالص من جوه، حلوة قوي. ادوقكوا اسمعكوا طعم القرمشة. وده كان طبق النهاردة، وهو الدجاج الكنتاكي بالفخاد او اوراق الفراخ. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى اللايك والشير وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. باي باي.